مقبرة الغواصين. البلو هول أو الكهف الأزرق بمدينة دهب هي منطقة من أعمق الحفر في العالم، تكونت بسبب تآكل طبقات الحجر الجيري نتيجة لجريان المياه الجوفية تحت الجليد، وبعد ذلك امتلأت الحفرة بالمياه بعد ارتفاع مستوى سطح البحر. تعد من أقدم المحميات في العالم التي تتميز بجمالها الساحر وندرة الكائنات البحرية التي تعيش بها، ويطلق عليها مقبرة الغواصين، ويبلغ عمقها حوالي 130 متراً، وبها فتحة تعرف باسم السرج، عرضها حوالي 6 أمتار، يحيط بها الشعاب المرجانية والمرجان والأسماك الملونة، وتعتبر منطقة جذب هواة رياضة الغوص المحترفين من جميع أنحاء العالم. تم اكتشاف الكهف الأزرق في دهب من قبل طيارين، حينما شاهدوا تلك البقعة الزرقاء فقرروا الغطس بداخلها، وبذلك تم اكتشافها وأصبح العالم كله يعرفها، ويأتي إليها محبي رياضة الغوص من جميع أنحاء العالم. يوجد على الشاطئ نصب تذكاري لمعظم الغطاسين الذين فقدوا حياتهم وابتلعهم البلو هول. رغم كل هذه الخطورة، ما زال إقبال الغواصين على الكهف الأزرق عالٍ جداً، لأنها تتميز بالهدوء والطبيعة الجذابة المحاطة بالشعاب المرجانية من جميع الاتجاهات، فهي مليئة بالأحياء البحرية المختلفة، حيث وجود الأسماك الملونة والمرجان. تم إنشاء متحف تحت الماء يحتوي على تماثيل ضخمة مصنوعة من مواد ناتجة من عملية التدوير، مثل تمثال حورس وتمثال لفيل عملاق، مما ساعد على ظهور شعاب اصطناعية تجذب محبي المغامرة والاكتشاف، وتعرف هذه المنطقة باسم لايت هاوس، وينصح بعدم الغوص في هذه المنطقة مسافة لا تزيد عن 12 متراً فقط، و23 متراً للغواصين المحترفين. شاركنا برأيك، هل زرت منطقة البلو هول من قبل؟